بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية لجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة. ضمنها سمو حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.